يعني اليوم نحن نغادر غزة إلى القاهرة، أولا نحمل رسالة الأمل والتفاؤل، الأمل الذي يحدون بإنهاء هذه الحقبة من تاريخ شعبنا الفلسطيني، بإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني والتفرغ بكل قوانا لمواجهة المشروع الصهيوني والتحديات التي تقف أمام شعبنا بتصفية قضيته العادلة. اللي احنا امام محطه مهمه، وقد صدرت المراسيم الرئاسيه بالانتخابات العامه الثلاثه، المجلس التشريعي باعتباره المحطه الاولى من تشكيل المجلس الوطني والرئاسه والمجلس الوطني. نريد في هذه الحوارات ان نعمل بكل جهد، ونحن نحمل الروح التفاؤليه والعقل المفتوح والصدر المفتوح على كل الاحتمالات. نحن ذاهبون للقاهرة للاتفاق على ما يذلل الصعاب ويزيل العقبات أمام أي عقبة أمام الوصول لكل محطات الانتخابات. نريد أن يشعر المواطن بأنه يمارس حريته الطبيعية من قبل ومن بعد وفي أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات، وذاهبون إلى صناديق الاقتراع بروح وطنية تحدونا لنكون معا حتى وإن اختلفنا في قوائمنا الانتخابية أو توافق من توافق مع بعض البعض، لكن ما يحدونا أننا كشعب موحد نعتقد أن مرحلة الانتخابات القادمة هي مرحلة جديدة للخروج من مرحلة الانقسام إلى مرحلة الوحدة. نحن ذاهبون للقاهرة من أجل لقاء الوطن الموسع، سنعمل بكل جد واجتهاد من أجل إنجاح هذا اللقاء لإنهاء المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية على مستوى المعاناة اليومية بسبب الانقسام والحصار والإجراءات الظالمة. لكن في الشق السياسي المتعلق بالحوار سنتمسك بتحقيق الشراكة الوطنية، إعادة بناء منظمة التحرير، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. بكل تأكيد الوفود القيادية للفصائل الفلسطينية الذاهبة للعاصمة المصرية القاهرة اليوم لتجتمع لكي تزيل من أمامها العقبات وأي من العراقيل إزاء ضرورة إجراء الانتخابات وإحداث توافقا وطنيا على كل المشهد السياسي الفلسطيني، والعودة ببشريات مبشرة وببشريات الخير لشعبنا الفلسطيني الذي انتظر لسنوات طويلة تحقيق هذه الوحدة على قاعدة تحقيق الشراكة الوطنية وتحقيق الشراكة السياسية، وبما يضمن لشعبنا استكمال لمسيرته التحررية وتعزيز صموده الوطني والعمل بكل ما لدينا من جهد من أجل تذليل هذه العقبات.